معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية سيد طارق جاسم، مرحبا بك. إذا الديمقراطية يفسر الإيرانيون عفوا تواجد قادة الحشد بأنها زيارة لتبادل الخبرات، ويراها مراقبون للاستعانة بهم في قمع الحراك الشعبي في الأحواز. كيف يراها الأحوازيون هناك؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. اولا، وجود الميليشيات الايرانيه من سوريا والعراق واستخدامها الى الاحواز هي رساله واضحه من النظام الايراني على عسكره المنطقه بغيه دمع المظاهرات المرتقبه من قبل الاحوازيين كما حصلت في الاعوام الاخيره. لذلك الاحوازيين وهم يلمسون من غريب وجود هذه الميليشيات الحراس السوري والاخرى، يستطيعوا ان يقولوا للعالم ان وجود هؤلاء في هذا، وتحديدا في موضوع الفيضانات المتعمده والكارثه التي تحل بالمنطقه، هي ليست الا رساله غمعيه ورساله هجوميه من قبل النظام الايراني في الاحواز. لماذا يستعين الايرانيون بميليشيا الحشد يعني حسب رايك؟ اولا، هذه المجموعات هي تستهدف قمع الاحتجاجات الاحوازيه ضد السياسات العنصريه من قبل النظام بحق الاحوازيين. وثانيا، بعد ما ثبتت بالادله القاطعه ان النظام الايراني هو من تفاقم مشكله السيول والفيضانات في الاحواز من اجل التغيير الديموغرافي، احنا الاحوازيين نرى وجود هذه المجموعات تحديدا لقمع الاحتجاجات. هذا من ناحيه. ومن ناحيه من ناحية المساعدات، أولا الموضوع تقني بحت، ونحن بحاجة أكثر إلى وجود الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي ومساعدات شعبية أكثر من وجود معسكر وعسكريين حتى نستطيع أن نقضي على هذه الكارثة ونختم المشكلة بالطريقة التي هي أحسن. نعم. ما تفسيرك إذا لاعتبار نواب إيرانيين دخول أبي مهدي المهندس وقادة ميليشيا الحشد لإيران، اعتبار ذلك خرقا للسيادة؟ هل هناك انقسام في الرؤى السياسية داخل إيران؟ أولا، سياسيا من ناحية المعارضين للنظام الإيراني، أكثر من عشر مجموعات اعتبروا وجود الميليشيات الأجنبية في الأحواز وفي مناطق اخرى من ايران هي خيط للسياده الايرانيه، وحتى تطاول بعضهم وقالوا انها احتلال من جانب دوله اخرى لايران وخيط واضح للسياده. ونحن كاحوازيين في الدرجه الاولى الذين معنيين بهذا الموضوع نرى انه من الضروري خروج هذه الميليشيات باقرب وقت، لان خلقوا حاله من الرعب والارهاب في منطقه الاحواز. نعم. على المستوى الدولي، أمريكا عدت ميليشيا الحشد كما تعلمون منظمة إرهابية، وعدت من يتعامل مع ميليشيا الحشد إرهابيا. هل هو تحدي إيراني للقرار الأمريكي، وما توقعاتك لرد فعل أمريكا؟ أولا، بعدما أعلنت من قبل الإدارة الأمريكية دخول الحرس السوري وميليشياته جميعا في قائمة الإرهاب، النظام الإيراني الآن يريد أن يعطي رسالة أخرى للعالم بأن الحرس السوري ليست فقط منظمة عسكرية، بل إنها منظمة تستطيع أن تعطي خدمات اجتماعية، ولكنهم فشلوا حتى في إسعاف المواطنين الذين يعانون من مشكلة الفيضانات في الأحواز وفي إيران بشكل عام. هذا من ناحية. أما الآن استخدام ميليشيات من دولتين أخرى من سوريا والعراق ايضا هي رساله للغرب باننا نستطيع ان نخلق ائتلاف اقليمي لمواجهه التهديدات الامريكيه في المنطقه، لكننا في الامل البعيد نرى ان هذا الائتلاف لا يتكلل بنجاح، لان الضغط الخارجي والداخلي على النظام الايراني سوف يفشل هذه الخطط والرؤى الايرانيه. طيب، أخيرا، إذا هل ترى أن ميليشيا الحشد يمكن أن يكون لها دور في التأثير بالحراك الشعبي في الأحواز؟ منذ دخول ميليشيا الحشد الشعبي وهم يتجولون في الشوارع ويقومون باستجواب الناس وتهديد الناس بقمع مظاهراتهم وقمع الاحتجاجات التي من الممكن
مرتقبة أن تحصل في الأيام المقبلة. فلذلك الحشد الشعبي له الدور الأكبر في غمع تلك المظاهرات المرتقبة. فإننا بالتالي نرى أن وجود هذه الجماعات في الأحواز وتحديدا في ظل وجود هذه الفيضانات المتعمدة والسيول والكوارث الطبيعية تزيد الطين بلة، أي بمعنى أن تخلق من المنطقة منطقة عسكرية غير آمنة وغير مأهولة للسكن حتى. ونرى أنه من الممكن أن تحصل صدامات وإمكانية سقوط ضحايا في المستقبل. شكرا جزيلا لك من واشنطن، ناطق رسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم.